اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجي. لكن اليوم ما غاديش ندوزو النهار ديالنا في المطبخ، غادي ندوزوه كاملين. مرحبا بكم في اسبانيا بلا مدينه، المنظر اللي رائع. غنوريكم في كاين وتشوفوا معايا لوطيل، ومره مره غندير معكم فلوكات باش تشوفوا فين كاين ونعطيكم بعض النصائح الا كان ممكن. اكيد هنا غادي نشوفوا لوطيل، لا شومبر هي الاولى، واحد لا شومبر ما بيهاش لان جيت فواحد لا سيزون اللي طالعه شويه ولي زوطيل كلشي غاليين، ما كاين غير 4000 اورو 5000 اورو الفوق، وهذا لقيته حتى البحر بواحد الثمن اللي مزيان تقريبا كيدوب ب 1100 اورو، فيه الغداء او العشاء مع الفطور يوميا لمده 8 ايام، يعني مزيان. والباركينغ حتى هو كاين، لكن غادي نهضروا على شي كلشي بطبيعه الحال. يلا نضروا ونشوفوا لا شومبر ونشوفوا الوطيل بطبيعة الحال. بسم الله. الشومبرا هي هادي، الشومبرا مهم عفتو لا سيزون اللي كتكون طالعة كيكونو الوطيل كلشي غالي. المهم هادي الشومبرا يا جوج صغيرة، مهم فيها الطب ديالها والبالكون. شوفوا البالكون اش كيطل. البحر زوين، المهم هنا هذا هو اللي كاين فيه باركون زوين كاس فيه باركين. قالوا لي الباركين، جيت الباركين قال لي 15 اورو للنهار. جاب الله لقيت واحد الباركينغ الفوق هنايا فين باركيت فابور، لان هنا معروف في اسبانيا الباركينغ اللي كيكون مخطط بالبيض كيكون فابور، اللي مخطط بالصفر كيكون هذا ممنوع، واللي بالزرق كيكون ديال البلديه يعني خصك تدفع عليه. المهم انزلوا ونشوفوا بغيت نديكم شوفوا الدوش. الدوش ما بيش صغير، ما بيش رغم ان ماشي شي شفت في التصاور، ولكن انسان يدوز. بسم الله كتشوفوا البيفي تقريبا يعني بيفي سامبل مقارنه مع الفنادق اللي كيكونوا عندنا في المغرب. تبارك الله المغرب كتلقى الفاريتي ديال الوصفات والبيفي كيكون عامر سبحان الله العظيم. خدمت شحال من اوتيل فيه لي بيفي في المغرب، يعني لا علاقه بهاد البيفيات اللي كنشوف في اسبانيا. حتى المره اللي فات جيت لقيت نفس السيستيم هكا لي بيفي ديال الاوتيلات، سواء لا في الباتيسري لا في لي سالاد لا اي حاجه. هنا اغلبيه كتشوفوا المخللات لا كاع تفافرو كيحطوا شي فرماج بحال هكا ولا شي، يعني كلشي 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 تقريبا. اليوم دايرين بانهم حلا حاطين الكروفيت وحاطين، وكتشوفوا الديسر هنايا شويه الفروي واحد لاطارت. المغرب كتلقاو يعني اشكال كثيره ويعني واذواق مختلفه، يعني ما شاء الله على السياحه المغربيه. خص غير واحد شويه اللي الزهر كيقولوا صافي، ما زعما اش نقول لكم ان شاء الله الا سهل الله غادي نمشي ونصور لكم بيفيات ديال المغرب، وغادي تقارنوا وتشوفوا يعني الجوده والكرم ديال المغرب ما شاء الله علينا ما شاء الله وصافي. هنا انا خديت هاد لاصالاد مع دي كروفيت اللي كتشوفوا هنايا كاونتري، عجبتني هاد الزبده اللي عندهم بنينه ما شاء الله. خديت هنا لاسبيرج وكروفيت لاصالاد، و هنا في البلو برينسيبال خديت شويه ديال البايلا دجاج. اللحم عندهم حلال، هادشي باش عجبني. ورات ليا تلاقيت مع واحد الشافه مغربيه ورات ليا السيرتيفيكا قالت لي بان اللحم عندنا حلال. هذا هو اللي عجبني هنايا. تقريبا هكا كتشوفوا البيفي غادي يخدموا عليه، وغادي نوريكم غدا ان شاء الله نوريكم الفطور وندوزو نجيب واحد الجوله خارج الفطور. هذا مسجد ولكن عباره عن مركز
ثقافي موجود هذا البحر، واحد المنظر اللي شيق كتشوفوا. مازال ما عمتش، ولكن غدا ان شاء الله غنصبح عليه. المهم ندخلوا نشوف هذا المركز من الداخل. صباح الخير عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. كتتمة الفيديو غادي نديكم تشوفوا الفطور، بيفي الفطور، ومن بعد غادي نمشي نخرج وندير لكم الفيديو الثاني ان شاء الله. فقط كملاحظه، اللي بغى شي سؤال او بغى يعرف حاجه يخليها لي في التعليق، او لا حتى ستوريات اللي كنلعب في انستغرام يخلي لي فيهم التعليق ان شاء الله، وغادي نجاوبكم. ولا بغيتو يمشي شي بلاصه، ولا بغيتو تعرفوا الاثمنه ديال شي حاجه قولها ليا، وغادي نحاول ندير جهدي باش نمشي لديك البلاصه اللي بغيتو ونعرف كاع المعلومات. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تمشيو تشوفوا البيفي ديال الفطور، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. نقول لكم السلام. الفطور كي كتشوفوا ما شاء الله فيه اختيارات، واخا كاين هنايا البيض، كاين البيض سكرامبل، يعني كاين ما يتقال. هنا كتشوفوا الفنز والتوست هذا كيجي كروكون بسكوي، كاين كي كتشوفوا الزبده الكونفيتور، يعني كاين اشياء جميله ما شاء الله. هاد الزبده هادي عجباتني باش نقول لكم، رائعه احسن من هاد الصفره هادي. هاديك دايره كي مارغرين، وكاين طوماط، ثومه هادي مع لاصوص طوماط هادي كتجي زوينه مع الخبز. وهاد السيد الميكرووند، يعني اللي بيتسخن شي حاجه. هنا العصير الاناناس التفاح، وكاين الماء والاورانج لكن ماشي فريش. هنا الجناح ديال الاتاي والقهوه الشوكولا اللي بغيتو حسب الاختيار ديالكم، يعني شيء مزيان ما شاء الله. هي القهوه هنا، جربت الاسبريسو واعره بزاف بزاف بزاف. وهنا لومليت سكرامبل بوريج والسوسيج ديالهم.